هاي، عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل طاجن بامية مش تقليدي. هنعمل فيه شوية تكات كده هنخلي البامية طعمها يفرقع. يلا بينا نشوف ازاي. اول حاجة هبشر البصل بتاعي وانزل عليه بسمنة او زبدة، وانا ما بحبش اسخن الاول السمنة او الزبدة وبعدين انزل بالبصل عشان البصل ما يتشوحش. انا عايز البصل ينزل كل المية بتاعته ويدبل في السمنة بتاعتي، ويفضل ان انا استخدم سمنة او زبدة مش زيت، لان البامية بتحب جدا السمنة والزبدة بتديها نكهة اقوى. اول ما البصل ينزل ميته ويبدأ يدبل شوية هنزل عليهم بمعلقة ثوم مفروم، وبعد كده هحط مكعب مرقة دجاج. هو بس بيزود شوية النكهة بس ممكن تستغنوا عنه مادام هتحطوا شوربة. وبعد كده هنزل بمعلقتين صلصة من صلصة العلب الجاهزة. خدوا بالكم لازم صلصة العلب تنزل ودرجة الحرارة عالية جدا علشان تطلع النكهة بتاعتها، علشان كده بحب احطها بعد البصل والثوم والمرقة علشان تكون درجة الحرارة زادت. وخدوا بالكم حاولوا تمشوا الخطوات بالترتيب علشان تاخدوا نكهة قوية. بعد كده هنزل بشوية توابل بس مش كلها، هحط شوية ملح، وخدوا بالكم متزودوش في الملح علشان احنا حاطين مرقة دجاج، ومعلقة فلفل. وبعد كده بنزل بالبامية، او حتى لو انا مستخدمة اي نوع خضار تاني بحب انزل بيه قبل الشوربة وعصير الطماطم علشان ياخد تشويحة كده في الاول ويطلع نكهته، وكمان يستوي بسرعة مياخدش معايا وقت. وبعد كده هكمل التوابل بتاعتي وهحطها على البامية. هحط شوية كمون وكزبرة ناشفة وشوية صغيرين قرفة. القرفة هتخلي طعم البامية يتنقل حرفيا في حتة تانية خالص. وهحط كمان معلقة بابريكا ومعلقة كاري ومعلقة توم باودر وبصل باودر وشوية زعتر. الزعتر برضو من الحاجات اللي بتخلي البامية طعمها مختلف قوي. انا طبعا بحط التوابل دي وسايبة البامية بتاعتي تتشوح شوية على النار، وبعد كده هحط عليها عصير الطماطم والشوربة، وبعد كده هحط عليها معلقتين سكر. انا عارفة ان احنا حاطين حاجات كتير قوي في البامية، بس انا قلتلكوا البامية اللي هنعملها النهاردة مش تقليدية، هنخلي طعمها مختلف قوي وطعمها قوي كمان. وطبعا البامية بتحب الليمون، فهعصر عليها ليمون حسب رغبتي. في ناس بتحب الليمون الكتير وفي ناس ما بتحبش ليمون خالص، فممكن ما يعصروش ليمون. انا عارفة ان انا زودت عليكم قوي في المقادير، بس يا سلام كده اول ما اخلص البامية بتاعتي احط عليها نص معلقة توم مفروم من فوق الوش كده. البامية دي حرفيا هتبقى قنبلة نكهات. ممكن توقفوا الخطوات لحد هنا وتاكلوها، بس انا بصراحة بحب اعلي قوي من ليفل البامية، فبحب احطها في طاجن واحطها في الفرن عشان تاخد وش كده من فوق. وبعد ما بحطها في طاجن بحب احط عليها كزبرة ناشفة كده من فوق واحطها في الفرن. ما بطولش في الفرن خالص، بحطها بس لحد ما تاخد وش واشيلها على طول. بصوا هو ده الوش اللي انا بقول لكم عليه، علشان كده بحب احط كزبرة ناشفة من فوق، هي اللي بتعمل لي الوش ده في اي طاجن خضار. بصوا بقى شكل البامية تحفة ازاي، شكلها مغري جدا، وكمان ممكن تحطوا فيها قطع لحمة. ويلا جربوها وقولولي طلعت معاكم ازاي. ولو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش اللايك وسبسكرايب، ولو بتحبوا تشوفوا الريفيوهات عن مطاعم هسيب لكم لينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن. مستنياكم، مستنية تقولولي ايه رأيكم في المطاعم اللي بروحها. يلا باي باي.